واصل بذلك تحليقه في الرياضه. بدايه اللقاء عرفت دخولا قويا للمحليين الذين افتتحوا مجال التهديف في الدقيقه 31 عن طريق المتالق لمهان بعد قذفه صاروخيه. اشبال سليماني لم يكتفوا بذلك وضعفوا النتيجه في الدقيقه 36 عن طريق حميه الذي التقى فوق الجميع براسيه ضعف النتيجه. الشوط الثاني عرف استفاقة لايسكا الذي أدرك التعادل بفضل جاهل، وكذا برينيس في الدقيقتين 69 والثانية 72. وفي وقت الذي كان يسير فيه اللقاء للنهاية لعب حمية دور المنقذ بمخالفة مباشرة.